حسان سمعت الله الكبير العليم كيف تأثر على هذه الورقة التي أشار فيها إلى تخريج معركة أموال خالدة التي أمانت عن بسالة القوات المغربية في مواجهتها للاستعمار. بداية أول أود ترحيبا بجميع الحضور وترحيب أولا بالسادة المقاومين الحاضرين معنا في هذا اللقاء. أود ترحيبا بسيدي محمد القاسم بدو محتفلنا في هذا اليوم، محتفلنا لأنه شاهد على هذه الذكرى المقاوم الذي قاوم واعتقل وسنتحدث في مقالين عن هذا المسار. بداية نشكرك مجلس المجتمع المدني بجهة فاسد الناس المندوبية السامية ومن خلالها السيد قيم المندوب وكذلك السيد قيم على قضاء الذاكرة على تعاونه بإحياء هذه الذكرى، ذكرى 25 يوليو 1955 التي يطلق عليها أحداث غرونفال، أحداث ضد القيم العام الفرنسي في بيع غرونفال. أولا كمجلس المجتمع المدني نعطي كلمة سيلقيها الأستاذ أمين الشقاوي باسم المجلس الذي تحت مشكوره لنمر إلى قراءتنا ولنشاطنا الأساسي.